حامل لقب ولديه لاعبون ممتازون ومدرب ممتاز، أحد أفضل مدربي في العالم، ولدينا طموح كبير وسنحاول أن نخلق الفرصة، ولما لا نتأهل إلى نهائي كأس العالم. نعم، هو تكلم بالفرنسية، نتكلم بالإنجليزية. نحن متحمسون لخوض هذه المباراة نصف النهائية، وسنلعب ضد أفضل منتخب في العالم، وبمساعدة مدربنا وإطارنا الفني سنقدم مباراة ممتازة، وربما نلتقي في المباراة النهائية. عديل الرحموني، مدير موقع ماتش بريس بالمغرب. سيد وليد الركراكي، غدا إن شاء الله مباراة قوية ضد المنتخب الفرنسي، هل ممكن تعطيونا صورة على العناصر الوطنية التي جاهزة؟ لأن كل الشارع المغربي يتساءل. كما يعرف الجميع، لدينا العديد من الإصابات، لكننا نتعافى بسرعة، ولدينا جهاز طبي رائع، وكل يوم هناك أمور إيجابية تحدث وأخبار جيدة، وننتظر لآخر لحظة، وهذا ما قلته منذ البداية، حتى نتخذ قرار بإشراك اللاعبين. اللاعبون كلهم إذن يمكن أن يكونوا جاهزين، ونحن سنعمل اللاعبون الذين بأحسن حالاتهم ولياقتهم يدخلون المباراة. دياسبورا نيوز كاميرون، بونجور كوتش. ما هو الشعور الذي لديكم أن تقولوا أننا حققنا إنجازا كبيرا، ومهما حدث الآن سيكون إضافة، أم تقول نحن هنا الآن وسوف نبذل كل جهد الممكن للوصول للمباراة النهائية؟ هذا ما نريد أن نغيره من عقلية عندما بدأنا نقوم بهذه المهمة، تغيير العقلية في قارتنا، وهذا ما قلته للاعبين. إذا كنا سعداء فقط بالوصول إلى نصف النهائي، ومهما حدث فأننا نجحنا في كأس العالم، فهذه هي العقلية التي لا نريدها. نحن بين أفضل أربع فرق في العالم، نصل إلى هنا من باب الصدفة، وذلك ما سنقوم لكي نحاول الوصول إلى المباراة النهائية، وهذه هي عقليتنا، على أمل أنني كما قلت من البداية أن لا يحترمنا المنتخب المنافس مثل ما فعلت المنتخبات الأخرى، ولكن إذا احترمنا ستكون الأمور أكثر تعقيدا، ولكننا ثقتنا بأنفسنا جيدة، وفي كل مرة يتوقع لنا أن نخرج، ولكننا ما نزال حاضرين. اليوم كنت أقول إننا في كأس العالم، وإذا وصلنا حلمنا فإن فرصتنا موجودة. بونجور وليد الركراكي. مرحبا. هوغو موسونيي، راديو فرانس انترناسيونال. L'une des principales menaces إحدى التهديدات التي ينبغي أن تحسب لها حسابا هناك كيليان مبابي، لديكم أشرف حكيمي ولاعبون آخرون، ويتم الحديث عن ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي. هل سيكون هناك حوار خاص مع أشرف حكيمي لكي يحاصر كيليان مبابي؟ هو لاعب يعرفه أكثر مني، وأشرف يتدرب يوميا معه في باريس سان جيرمان، ولديه فكرة واضحة عن كيليان. لا، لن نضع خططا استثنائية أو خططا تكتيكية، لأنه ليس هناك فقط مبابي، هناك غريزمان، وهو بمستوى كبير جدا بين الخطوط، وعثمان
ديمبلي الخطر من جميع الاتجاهات، فينبغي أن نلعب بشكل جماعي. أشرف هو أحد أفضل اللاعبين في مركزه، وسيكون هناك صراع بين اللاعبين، وهو بطل ولن يقدم له أي هدايا، وليس فقط على كيليان ولكن المنتخب الفرنسي والمشاكل التي يمكن أن نخلقها لهم. وفي النهاية ينبغي أن نأخذ حذرنا منه، وليس لدي أي قلق من أن أشرف حكيمي سوف يبذل كل ما لديه من أجل إنجاح الفريق. Good morning, Mr. Regragui. مرحبا سيد رجراجي. Quattro reiteri, please in English. بالإنجليزية. In your opinion, what will be the key points of the match? ماذا ستكون النقطة الأساسية في تلك المباراة؟ هل هي ذهنية أم تكتيكية؟ المهم بالنسبة لنا هو الروح. روح الفريق. نحن نلعب كأننا في النادي، الجميع يعملون ولكي يعطي للفريق ويقدم أفضل ما لديه، ونحن نعمل بشكل جماعي في كل مباراة نخوضها. هذا هي الروح، وبالنسبة لي هذا أهم شيء في كرة القدم، وبالقلب والعزيمة يمكننا تحقيق النجاح. يمكن أن نطلب من الصحفيين مغادرة قاعة المؤتمر الصحفي. شكرا. مراد متوكيل ام 24 وليد بونجور. مرحبا. سألتك حول ما قلته للاعبين عندما اجتمعت في وسط الميدان. قلت طلبت منهم إن كانوا متعطشين للفوز، هل ما يزالون كذلك؟ أملوا ذلك عندما تصل إلى نصف النهائي إذا لم تكن متعطشا للفوز، لأن خوض نصف نهائي في كأس العالم ليس في متناول جميع اللاعبين، وهناك من يشجعون البرازيل والبرازيل في نصف النهائي. نحن متعطشون. هل السؤال هو هل سيكفي ذلك؟ مع الروح هذا سيكون ممكنا، ونحن واثقون، ورغبتنا هي أن نعيد كتابة التاريخ ونضع أفريقيا على قمة العالم، وهذه قيم مهمة ستكون مهمة في مباراة الغد، لأن نعرف أن جميع الترشيحات تذهب لمصالح الفرنسيين، ولكن ثقتنا كبيرة بأنفسنا، ربما تصفوننا بالمجانين، ولكننا ثقتنا كبيرة ولسنا متعبين ولسنا مرهقين. أكرر ذلك أيضا، إذا أمكن ذلك أن يزعجهم حتى الغد، إذا كانوا يتوقعون من أن نكون متعبين فأننا لسنا كذلك. لا يمكن أن تكون تعبا في نصف نهائي كأس العالم، ونحن متعطشون أيضا. سؤال: سيكون هناك 30 رحلة إضافية تحضر مساعد المشجعين من المغرب، ماذا يعني ذلك بالنسبة لكم؟ بالنسبة لي لدينا أفضل مشجعين في العالم، ربما مع الأرجنتينيين والبرازيليين. أنا سعيد جدا لأن العالم الآن بدأ يعرف ما هم، من هم المشجعون. المغاربة هم أشخاص مجانين، يمكنهم أن يذهبوا إلى أي مكان ليدعموا منتخبهم الوطني. هناك أكثر من 20 ألف شخص يمكنهم أن يأتوا لدعمنا وتشجيعنا، وأنا سعيد جدا لأن كأس العالم يمكن أن يبرز هذه الصورة للجمهور المغربي، ونحن نلعب كأننا على أرضنا، وهذا مهم جدا. الأمر نفسه بالنسبة لي، لأن مشجعين من جميع أنحاء العالم مغاربة يأتون لتشجيعنا ونحن نلعب من أجلهم، وأعتقد أن ذلك مهم جداً
أن ننزل إلى الميدان وهؤلاء المشجعون يهتفون لنا ونحن أفضل جمهور في العالم وسوف نعطي ونقدم كل ما لدينا من أجل أن يكونوا سعداء. نجيم منقود السير كراكي أنت تزاديتي في فرنسا ومسارك وتكوينك احترافي كان فيها تمنيتي كيف قلتي في السابق تلعب مع هذا المنتخب وتحققت الأمنية في نصف النهاية واش معرفة ديالك بهذه الكرة ومعك لعابة عندهم نفس المسار بوفال وسيس غيعطيك الأسلحة باش نوصلوا للفينال شكرا. Non, je rentre pas du tout dans لا, ce contexte. لا أدخل في هذا السياق أبدا. Alors, je suis né en France. أنا ولدت في فرنسا. J'ai double nationalité. ولدي الجنسية المزدوجة ويشرفني أن أواجه فرنسا ولكنها كرة القدم أنا مدرب لمنتخبي الوطني وسنلعب ضد أفضل فريق في العالم والمهم ليس أن نلعب ضد هذا البلد أو ذاك المهم هو التأهل وهذا مهم ربما بالنسبة لأسرتي وأصدقائي ولكن أنا كمدرب هو شيء لا أهتم به أنا مدرب كرة قدم وما يهمني هو الفوز سواء ضد فرنسا أو إنجلترا أو غيرها لكن ما يهمني هو أنني ألعب ضد أفضل فريق في العالم وسيكون ذلك اختبارا كبيرا لنعرف أي مستوى وصلنا إليه وحتى بالنسبة للاعبين هذا ليس أمرا يأخذونه بعين الاعتبار لعبنا ضد بلجيكا وكان هناك لاعبون لهم الجنسية البلجيكية والجزائرية ونحن نلعب ونخوض مباراة في كرة القدم وينبغي أن تكون حفلا بالنسبة لنا ومهما حصل فأننا سوف نحتفل معا سواء فاز المغرب أو فرنسا لأننا نعيش معا وسعداء بأن نكون معا. السلام عليكم سي وري سي الياس. Vous allez rencontrer le dernier finaliste de la Coupe du Monde pour la qualité de la France, notamment afin de تحرصون على امتلاك الكرة لكسر نسق الفريق الفرنسي أم ستحافظون على الاستمرار بنفس الطريقة الدفاعية؟ سوف أرى ماذا يحدث نحن في نصف النهائي ربما هناك صدوة أكثر المباريات امتلاك الكرة شيء كيف أنكم أنتم الصحفيون الرياضيون تحلمون به 60-70% من امتلاك الكرة ولكن تسديدتان للمرمى هذا أفضل أفضل اكتشاف كان يمكننا أن نفوز لأننا امتلكنا الكرة وكان هناك أربع فرص نحن هنا لنفوز وليست ملكية الكرة امتلاك الكرة إذا لم نمتلكها فينبغي أن نفوز بما تبقى من الوقت امتلاك الكرة لكي نحقق الفوز وهناك مدربون فهموا ذلك نحن هنا لنفوز هل تكون لدينا ملكية أم نتركها للفريق المنافس وإذا ينبغي أن نعرف كيف نستخدم الكرة وكيف نمنعهم من أن يسددوا وأن يكون لهم أقل ملكية ممكنة نحن نريد أن نفوز لكن ملكية الكرة امتلاك الكرة هل يمكن أن يعطونا نقاط إذا وصل امتلاك الكرة إلى 60%-70% لأن باستثناء مانشستر سيتي امتلاك الكرة أنا عرفت مررت بهذه التجربة لأن المدرب جننني أيضا قال انظر إلى امتلاك الكرة عندما يكون لديك دي بروين وبرناردو سيلفا وغيرهما الملكية مهمة ما يهمني الآن هو أن أفريقيا اليوم لأن هناك كثير من الصحفيين الفرنسيين انتقدوا لاعبنا ما يزعجهم هو أن يكون هناك فريق أفريقي يلعب ضد فريق أوروبي في نصف النهائي هم يشيدون بجمال اللعب ثم نعود إلى بيوتنا إلى بلدنا لا هذا تغير نحن نريد أن نفوز من أجل أفريقيا
pour les pays qui sont en voie النامية في كرة القدم لكي تتعلم أنه يمكن أن تفوز. ليس هناك طريقة واحدة للعب. فرنسا مثلا. إذن نكتفي بهذا القدر من المؤتمر الصحفي.